سريعة، أنا قلت لحضرتك ده في مداخلة سابقة. أول حاجة التفاوض مع الدائنين، ده موضوع مهم جدا وسريع، وده يا عم يعني حقنا وانت شايف، لا كمان العالم شايف الوضع اللي احنا فيه، احنا شايلين مسؤوليه كبيره جدا، شايلين مسؤوليه منطقه بالكامل، حدودي كلها، ما بتكلمش هنا عن غزه فقط، لا 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 لا، والسودان وليبيا وكله كله. فانا في منطقه اقدر اتفاوض مع الدائن، ده رقم واحد، ده هيعمل لي فرصه كبيره طبعا ان انا يهدى علي اخد نفس. مع ده زي ما بقول لحضرتك تاني، انا عامل زي اللي عنده بضاعه غاليه جدا قيمه جدا، وده اجل سريع قصير بالمناسبه، يعني لو حضرتك النهارده عندك مقتنيات وانت مديون وامورك متازمه شويه، ببساطه خالص تقدر تروج للبضاعه اللي عندك دي بشكل مختلف. يعني عايزين برضو نخرج بره الطريقه الطبيعيه للترويج للاستثمار، عملنا حاجات تتسوق وللعالم كله نقدر نكتسب استثمارات اجنبيه، وانا مصر الاستثمار ثم الاستثمار، وده سريع، ده مش اجل بعيد بالمناسبه. يعني لو دخل لي بكره من دوله زي الصين 3 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، رقم، مع ان انا اخد فرصه في سداد ديون، مع تقليل شويه فكره، على فكره طول عمر الاقتصاد الاعلام له دور فيه، يعني هو علم بيحل مشكلات، والاعلام لازم يساعد علشان الوعي اللي عند الناس. انا بشوف ان احنا برضو ما زلنا استهلاكنا من بعض السلع اللي بعتمد جدا على استيرادها تلاقيه بيزيد وترتفع اسعارها وتلاقيه بيزيد، طب ليه ما بنقولش ده للناس؟ يعني حضرتك اسال كده هتلاقي السلع اللي اسعارها زادت دي، هل انخفضنا بقى جدا في استهلاكنا ليها خصوصا الغذائي؟ هتلاقي حضرتك لا، استهلاكنا بيزيد فيها، ده ثقافه، ده توعيه، ده اعلام. محتاجين من الناس قللت كتير قوي والله يا استاذ عمرو، والله الناس قللت، الناس قللت. هو انت عايز تقول لي مثلا انه المواطن المصري حتى الناس المقتدره بياكلوا لحمه زي قبل كده، بيجيبوا فراخ زي قبل كده، بيجيبوا بقاله زي قبل؟ لا طبعا لا، بس اللي اقصده، لا لا لا، اللي اقصده مش هو، هو زادت ايه؟ انت شفته في الرقم، لانه سعره زاد، رقم مش كميته. طب استيرادي من القمح زاد، انتاجي من القمح كمان زاد، فاذا استهلاكي كله من بند زي ده بيزيد. ايوه، ده دليل فقر. لما السلع الاساسيه زي القمح تزيد ويزيد استهلاكها، ده معناه الناس ما بتاكلش الحاجات اللي بتاكلش الجبنه المستورده، يعني بيعتمدوا على العيش اكتر. بيعتمدوا على العيش اكتر. ما هو ده استهلاكي من اللحوم الحمراء على فكره بالارقام زياده، ممكن يكون مع زياده سكانيه. انا عارف ان حضرتك طلب اللي زاد من الناس اللي جايه من بره واللي هي كل ده، هل مش ضغوط على دوله؟ طب هل انا اقدر النهارده اساعد بلدي؟ احنا بنقول ايه؟ كلنا في المشكله، الدوله مش هتحل لوحدها كحكومه. حكومه وشعب ورجال اعمال ومستثمرين، لازم يكون لنا دور اكيد، وهنعدي واحنا عدينا بحاجات اسوء. لا ان شاء الله هنعدي دور اكبر.